وصلنا للسنة التامنة. أنا النهاردة بيسعدني أن أنا أهنيكم وأهني كل مشترك في مسابقاتنا، مسابقات إبداع، إبداع الجامعات. في الحقيقة يمكن السنة دي اشترك أكتر من 20,000 طالب وطالبة ومشارك في كل الأنشطة. إحنا عندنا السنة دي 23 مجال، قيمة الجوائز 5 مليون جنيه. أنا بقول لكل اللي اشترك معنا متشكر جدا، وإن شاء الله العام القادم يكون أفضل وأكبر وأحسن، ونشوفكم كمان في إبداع مراكز شباب. دي بداية قوية جدا، واعذرونا لأن طبعا إحنا كلنا بنشارك ظروفنا ومع خليك في البيت، أكيد هتشوفوا من خلال بوابة الشباب والرياضة، فيسعدنا أن إحنا نعلن النتائج. شكرا، ونشوفكم على خير. النهارده متواجدين انا والاستاذه الصديقه العزيزه ناديه مصطفى عشان نعلن نتيجه حصيله او نتاج الابداع اللي حصل طوال الموسم الثامن. وحقيقه ان احنا كان نفسنا ان احنا نكون مع بعض ونحتفل احتفاليه كبيره زي كل سنه، ونسعد بالمبدعين اللي فعلا يعني احنا اتمتعنا بالتحكيم بجد، لان شفنا نماذج مهما نقول مش هنوفيهم حقهم في الاصوات الفرديه، في العزف الفردي، في العزف الجماعي، الغناء الجماعي. حقيقه احنا يعني حتى لما بدانا نحط النتيجه كنا محتارين جدا، ان في ناس اجمل من بعض. يعني بصراحه احنا طلعنا بمكسب كبير جدا 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 في هذا الموسم الثامن، وبقول للي نجح مبروك، وبقول اللي ما حصلش على جوائز هارد لك، وانت مش اقل، توجودك في البوتقة الجميلة دي ده بحد ذاته جايزة صراحة. واحنا اتمتعنا، وزي ما قلنا ان حتى الفروق الدرجات ما هيش متباعدة، بالعكس قريبة جدا جدا، عشان كده احترنا. الأستاذ هاني مهنا ما خلاليش حاجة اقولها الحقيقة. لكن فعلا كنا بنتمنى النهاردة ان احنا نحتفل مع كل اللي فازوا، وفعلا كل اللي فازوا اصوات جميله جدا، وحتى اللي ما فازوش كان برضو زي ما قال الاستاذ هاني كانت الدرجات قريبه جدا من اللي فازوا، وده ان دل فبيدل على ان مصر ولاده ومصر مليانه خير. واحنا لاننا في ظروف استثنائيه، كل اللي نقدر نقوله ان احنا بنشكر طبعا فخامه الرئيس اولا على ان مسابقه ابداع كانت تحت رعايته، وبنشكر كمان برضو الدكتور اشرف صبحي على المجهودات الجباره وكل الفريق والجيش اللي وراه لإظهار المواهب اللي موجودة في مصر، والتنقيب عن خير فعلا إحنا كلنا محتاجينه، المواهب الشابة اللي موجودة في كل المجالات، مش بس في مجال الغناء والعزف سواء غناء فردي أو جماعي أو لكن كل المجالات زي ما إحنا شفنا ما شاء الله مبدعين، وجاي إن شاء الله جيل جديد لمصر واعد جدا جدا إن شاء الله ومبشر. كل اللي أقدر أقوله إن إحنا بنبارك طبعاً لكل الفائزين، وبندعي لمصر إن شاء الله والعالم كله إن بإذن الله تنقشع الغمة، وربنا يحمينا كلنا ويحفظنا من كل شر يا رب. دلوقتي هنعلن على الجوائز ترتيب يعني الثالث الأول أو الأخير الأول، وبعدين في الآخر بنقول اللي حصل على المركز الأول. في مجال الغناء الجماعي في جايزة لأفضل عمل من تأليف الشباب اسمه حقق أحلامك، شيء كان جميل جدا جدا بجد، يعني تأليف وتلحين وأداء جميل أوي. دي كانت جامعة سويس، تأليف وتلحين المجموعة، حصلوا على 5,000 جنيه. Oh,
شيء لا يحتمل. اخرج عن سكوتك انسى مخوفك شوف الحياة بنظرة امل. سافر بعيد عد المحيط وعرف الجديد دير فوق السحاب البس نجوم الكون وحقق معجزات. دور سافر بعيد عد المحيط أنا حلم واحد فاضي جيب ضم القلوب دار العيون. المركز الثالث ده جامعة بني سويف على 54,000 جنيه، ده في الغناء الجماعي. المركز الثاني جامعة القاهرة 72,000 جنيه. من غير حب الدنيا دي من غير حب نعيش على ايه اللي موافقه هواه يا هلا واللي محبش قلبي عليه. من غير حب الدنيا دي انت هتعرف انت اني بحبك.
المركز الأول جامعة حلوان 160 ألف جنيه. ألف ألف مبروك. يا مسافر وناسي هواك ريدك والنبي الغير متخصص. فاز بالمركز الثالث مين؟ قولوا لي مين؟ فاز بالمركز الثالث جامعة القاهرة، المبلغ 57,000. ألف مبروك. المركز الثاني مين بقى؟ ها قلوبكم بتعمل ايه دلوقتي؟ المركز الثاني جامعة السويس، 64,000 جنيه. مبروك. Thank you.
أما المركز الأول مين بقى يا ترى؟ مين؟ المركز الأول جامعة عين شمس، فازت بخمسة وتسعين ألف جنيه، مليون مبروك. مجال العزف الجماعي المتخصص، وده احنا شفنا فيه ابداعات جميله جدا بصراحه. يعني لقينا في موسيقيين بيعزفوا كانهم محترفين مش طلبه صراحه، يعني يعملوا حفلات ويعملوا كذا ونستعين بيهم. فالف الف مبروك للي كسب. احنا دايما في حاجات بيبقى في جايزه استثنائيه، الجايزه الرابعه دي بتبقى استثناء غير الثلاثه الاوائل. جاز اللي هنا الاستثناء لأفضل عمل من تأليف الشباب، الأغنية اسمها العهد. العهد دي قدمتها جامعة قناة السويس، تأليف رفيق يوسف. بنقول له ألف ألف مبروك، وجازتها 5000 جنيه. Thank you.
أما بالجائزة الثالثة كانت جامعة بورسعيد وقيمتها 57,000 جنيه. الجائزة الثانية جامعة اسكندرية وجائزتها 76,000 جنيه. Thank you.
الجائزة الأولى أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية، قول لهم ألف مبروك وجائزتهم 90,000. مجال الغناء الفردي، وانا لاني بغني فطبعا مش قادره اقول لكم انا كنت مستمتعه قد ايه بكل الاصوات اللي غنت في المسابقه، سواء اللي فازوا او اللي ما فازوش. كان فعلا بسم الله ما شاء الله في كم من الاصوات كلها محترمه، ولدرجه ان اللجنه كانت محتاره يعني تختار مين في المراكز. فاحنا اخترنا الثلاث مراكز دول ان شاء الله يا رب، وبتمنى لهم كل التوفيق، وبتمنى برضو كمان اللي ما فازوش ان شاء الله التوفيق في مسابقات اخرى او يعني في مجال الحياه العامه. المركز الثالث تقى محمد عبد الرحمن، الجامعه الام اس اي، غنت مستحيل، المبلغ 16,000 جنيه. مبروك يا تقى. هو جرحي كان شوية ولا دمعي
ودمي ميا هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي ميا هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي ميا إلا أنا أسيب قليل المركز الثاني مؤمن أحمد خليل، الجامعة أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية، وغنى كامل الأوصاف. المبلغ 18,000 جنيه. مبروك يا مؤمن. توهوني غربوني، توهوني غربوني لعيون السود المركز الأول. مليون مبروك مي خالد فكري حامد من جامعة الأقصر، غنت تعالالي يابا خلتني عيطت يومها لو انتوا فاكرين. المبلغ 20,000 جنيه. مبروك يا مي، ألف مبروك. دلوقتي هنروح للعزف الفردي المتخصص. زي ما قلت بنشوف موسيقيين مهرة جدا ومبدعين جدا
وبصراحة يعني هم متخصصين وكل حاجة، إنما على مستوى احترافي وليس هاوي يعني، وكلهم يعني قريبين من بعض جدا جدا. فاحنا اخترنا ثلاثة من ضمن الكمية اللي اتعرضت. المركز الثالث كان محمود عوض عبد الرحيم بورسعيد، جامعة بورسعيد، عزف على آلة ترامبت، موسيقى فيلم صائدة الرجال، وحصل على جائزة 16,000. المركز الثاني يحيى رمضان عبد الفتاح، أكاديمية الفنون، عزف على آلة القانون، لسه فاكر السيدة أم كلثوم، وجايزته 18,000 جنيه. المركز الأول تامر طارق إسماعيل، أكاديمية الفنون أيضا، عزف على آلة الكمان، حيرت قلبي، 20,000 جنيه. بنقول لهم 1,000 مبروك. مجال العزف الفردي الغير متخصص، الغير متخصص. فاز بالمركز الثالث أمل عمرو عبد المنعم من جامعة المنصورة، آلة الإكسليفون، عزفت لونجا رياض، فازت ب 16,000 جنيه. مبروك يا أمل.
المركز الثاني عمرو علي عطية موسى، جامعة القاهرة، الآلة أورج، المعزوفة حاجة غريبة، المبلغ 18,000 جنيه. مبروك يا عمرو. المركز الأول يوسف مصطفى محمد فرج، جامعة اسكندرية، الآلة عود، المعزوفة لعبة الأيام، المبلغ 20,000 جنيه. مبروك، مبروك عليكم كلكم. حبنا مع بعض وصلنا للسنة الثامنة.